اجا روند نتماتيخت. الدرس الاول الحروف وكيفية نطقها. في الدرس الاول نبي نتكلم عن الحروف الامازيغية وكيفية النطق متاعها وبعض الكلمات الامازيغية اللي هي مكتوبة بهذه الحروف. الحروف الامازيغية 27 حرف لهجة نفوسها. الحروف هذه تنقسم الى قسمين اللي هما إفكيلن اللي هي الحروف عموما، وعندك إمحاسن تجمع أمحاس اللي هي الحروف التحريك. لاحظوا أنا قلت حروف تحريك مش حركات، لأن في الأمازيغية ما فيش حركات. حروف التحريك اللي هي أ إي أو زي ما تقول في الإنجليزية vowel. وعندنا نبدأ بالحروف الأولى الثلاثة اللي هي الكتابة متاعها تكتب حرف صحيح ألف عليها همزة أغرى. ومثال على هذا هي أغروم اللي هو الخبز. أغروم إي اللي هي إغري، ومثال على هذا إفكي. إفكي اللي هو الحليب. وعندنا أو أغرو. أغرو اللي هي المثال على هذا أودم. أودم اللي هو الوجه. طبعا الحروف الثلاثة الأولى تسمى حروف تحريك. الحروف لاحظوا أن الواو عليها همزة والياء عليها همزة، نقدر نكتب بها من أول الكلمة هكذا على خلاف العربية. الهمزة في بداية الهمزة لا تكتب إلا في بداية الكلمة، في وسط الكلمة وآخرها لا تكتب الهمزة بتاتا. تكتب الواو من غير همزة، تكتب الياء من غير همزة، والألف من غير همزة، وهذا جاينا في الدرس الجاي. بعدين عندنا اللي هو إفكيلن الحروف الثانيات اللي هي الد. لاحظوا أن كل الحروف الأمازيغية الأصل فيها السكون، ولهذا نقول إد. مثال على هذا أدرار. أدرار اللي هو الجبل. إت مثال أتروق. أتروق اللي هو العجل. أض أض أضار اللي هو القدم. أط أط أطو اللي هو الريح. إج أجمار. أجمار الحصان. أق أق أقشقوش. أقشقوش عرف الشجرة. إك إك اللي هو أكركاس. أكركاس الكذاب. إس إس أصغر اللي هو الحبل. أص أص أصميض الأصميض اللي هو البرد. إش إش أشال. أشال اللي هي التربة. إج إج إيجدي. إيجدي اللي هو الرمل. إز إز أزو اللي هو الشوك. أزو أز أز. لاحظوا هذا أول حرف أمازيغي لا يوجد في العربية اللي هو حرف الزين وثلاثة نقاط عليه. أزينوز أزينوز اللي هو سماد. في الدرس القادم نتكلم عليه بتوسع. عندك أر أر أرجاز. أرجاز اللي هو الرجل. أه أه أهيدوك. أهيدوك الشخص الأبلة. أح أح أحنكول. أحنكول اللي هو الأسود القاتم. أخ أخ أخدمي. أخدمي السكين الكبير. أغ أغ أمازيغ. أمازيغ هو الشخص من شمال أفريقيا. إب إب أبرجن. أبرجن اللي هو الخيمة. إل إل اللي هو أول. أول اللي هو القلب. إم إم أمان. أمان اللي هو الماء. إن إن أنو. أنو اللي هو البئر العميق. أو أو أول أول الكلام. لاحظوا الفرق بين الأو والأو. في بداية الحروف فيه أو، لكن هذه أو، وتبغى نجول الفرق بين الحرفين. أول أول اللي هو الكلام. أي أي أيور. أيور اللي هو الهلال. أخيرا قبل ما نكمل الحروف فيه حاجة مهمة جدا يجب التنبه إليها اللي هي الشدة. الشدة مهمة، أهمية الحروف نفسها. ففي بعض الكلمات لا تفسر إلا بالشدة. مثلا تقول الراء. الراء شفتوا هذه الراء مشددة اللي هي تعني كتاب، لكن أرى شفتوا الفارق في الكتابة الشدة فقط. أرى اللي هما الأبناء.
وبعدين عندك أزل. أزل اللي هو أسرع فعل أمر، لكن أزل أزل اسم وهو الضحى. بعدين عندك نغ. نغ اللي هو ملكنا، طبعا اسم موصولية. بعدين عندنا نغ. نغ اللي هي أول خيارية معناها ودها نغو الدين. شكرا وإلى اللقاء في الدرس القادم. ارتفعت.